بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجديد في حلقة جديدة مع عبد الله وجيمر نين هاوس في الحلقة الثالثة من ماينكرافت اف تي بي انفينيتي ايفولفد. قبل ما اكمل بوريكم، شوف انا قلت لكم اني قاعد انزل انزل انزل. اول شيء جاني لما وصلت الليفل اللي ابيه، تن 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 دايموند. اول شيء تعرفون الليفل 13، صح؟ انا كنت ناوي اكمل الليفل 11 بس انه لقيت دايموند، وهذا قرب ينكسر. انفنتوري فلفلت، بس خلني اوريكم قديش حفرت. يعني ما حفرت كثير مرة يعتبر، بس انه دايما انا تحت اكون مشغل اف 7. ما دخلت كهوف. اوه، ما انتبهت لهذي، ما انتبهت للايرون هذا. عشان اعرف اني رقيت. وش كنت اقول؟ اي، ما دخلت كوف لاني ما سويت لنفسي دروع ولا سويت لنفسي سلاح، بس ان شاء الله يتغير هذا الشيء. اول ما اسوي الدروع وسيف ببدأ ادخل كهف و اسوي مايننج زي الناس، مو زي كذا. شيء ثاني، شو هذا الحفرة الوحيدة اللي تركتها هنا؟ لانه تن 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 دايموند ثاني. احتمال اكثر دايموند واحد، بس عشان اشوف ازيد على هذا. بس انا ليش ما كسرتهم الى الان؟ غير اني بيكسر اول واحد معكم عشان ابي اللابس لزولي، عشان احط البكاكس فورتشن. بس شكلي بكسر واحد اقل شيء، عشان لو جاني اوبسيديان. او صح، ما عندي انفنتوري. ليش كسرت واحدة؟ عشان اتذكر اني اقدر اضيف للبيكاكس حقي دايموند زي اي اضافة عادية، وغير انه يصير دربلت حقتها تزيد. دربلت اللي هو قديش يقعد قبل ما ينكسر، تزيد مرة مرة، يصير يقدر يكسر اوبسيديان. فهذا شيء مفيد بالنسبة لي مرة، غالبا بالاداة اللي بعدها راح تكون فيها اوبسيديان. وش بعد؟ تلاحظون الشموع، دائما احط شموع في الجهة اليمين، دائما دائما في الجهة اليمين، عشان في طريق الرجعة أعرف إن دائما الشموع بتصير جهة اليسار. فلو جاء مفرق مثلا، أحط الشموع اليمين وشفت بعدين شموع ثانية، يعني الفكرة بعرف طريق الرجعة. أبي أرجع البيت، أخلي الشموع على يساري. أبي أوصل لأبعد مكان وصلت له، أخلي الشموع على يميني. فطريقة حلوة عشان ما تضيع. أنصحكم تسوونها أقل، يعني يا يمين أو يسار، بس أهم شيء اختار جهة. توقعت ان الليل هنا بروح عند هذا الشيء، نحط له البيكاكس ونحط له الدايموند. تلاحظون الدربلت حقته كانت 1100، زادت 500. و مايننج ليفل او الريد ستون الحين يصير اوبسيدين، فشي رهيب. طبعا باخذه، بحط الموارد كلها هنا. كوبل ستون بحط لهم بيرل غالبا. في بيرلز؟ ما تأكدت اصلا في بيرل ولا لا. ذا المود باك في يورانيوم. هذا حق اندستري كرافت. اي، اندستري كرافت. ان شاء الله بتكون في السلسلة فيه مفاعلات، لان انا احب المفاعلات مرة. ان شاء الله ما تنفجر المفاعل زي اول سلسلة سويتها. الى الحين ترى مغبون منها، الى الان مغبون من اول سلسلة انها راحت بسبب المفاعل. تحسبون نسيت؟ لا، ما نسيت. برل، نشوف في برلز، في بر ايتم برل عادي. لا، مو بهذا اللي انا، هذا هو. كويس كويس، موجود. يعني نحتاج سبعة بين اثنين واحد، اتوقع هذا اللي نحتاجه. أول شي نسوي كذا، بنسوي كذا، بعدين نسوي كذا. أفضل شي جاء في ماينكرافت المودد البرلز. نحطه بيت صغير مرة نتفة.
كذا كويس، اتوقع كذا كويس مرة. ايوه بصلح الشبر. كذا كويس، اتوقع سوينا اغلب الاشياء اللي نحتاجها. لازم انزل اسوي مايننج زيادة، اشوف هل اقدر اسوي دروع. مش كمان ما ادري شو الدروع اللي بسويها، بشوف في كل الاحوال بسوي مايننج، واذا قررت في الدروع اللي بسويها برجع لكم. طيب رجعت لكم. شفت طريقة حلوة ليل برا؟ لا مو بليل، شكلهم بيوم يموتون. أفضل شيء لقيته إلى الآن هذولي السافاير ولا البريديتو، قوتهم كأنها قوة دايموند وسهل تجيبهم وكل شيء، يعني مرة مرة نشوفهم بروتكشن حقهم 8 لو رحنا الدايموند نفس الشيء بالضبط، وحتى الدرب لا والله نص الدرابيلتي، بس ما ادري هل يتصلحون ولا لا. المهم انه سهل تسويهم، سهل مرة مرة تسويهم. يعني في دروع ثانية افضل، بس ان كلهم مشوار تتسوى. اهم شيء ما الخبط في شيء. اتذكر كذا باقي الهلمس نسيتها. كهو هنا عندي هرمت، نحط باقي الأغراض هنا، وهنا نرجع الأغراض أو نحط الأغراض مو بنرجعها. وقمت الجستين وهذا اللي بعد. لازم اسوي باقي اسوي سلاح بس، واصلح اللي في يدي وانظف هذا. يبي لي ارتب نفسي وابدا اشتغل فيها. شوي وراجع لكم. طيب رجع صوتي خرب. طيب رجعت لكم من جديد. الان قبل ما اكمل نظفت هذا البتاع الفورج اسمه مش اسمه سملتري، نظفته ظهر لازم اعطيه لافا زيادة ما انتبهت لهذا الشيء. بوريكم شلون كان اللافا هنا صح؟ جاي اللي يوريك الخريطة. هنا اللافا. بوريكم طريقة تدبل مواردك بسرعة، طريقة مرة سريعة. اوه هنا في ألمنيوم لازم اتذكر اني اشيلها. طريقة سهلة تدبل الموارد حقتك بسرعة بدون ما تطب في اللافا وانت تركض بالغلط. اوكي لسبب ما دايم تجيني ذي التقطيعات ولا كذا، بسيط دايم يجي رفع ضغطي. حطيت تشست هنا في، حطيت كل الزبالة فيه، الأشياء اللي ما يمكن أحتاجها بعدين بس إنه مو بشرط. طريقة تشوفون مثلا بدبل الأيرون تخلي معك أرقام من مضاعفات التسعة، يعني تلاحظون 9 أو 18 هذه 27 مضاعفات التسعة بعد، يعني 27 27. تخلي معك اشياء مضاعفها التسعة، وعطى شفت كليك، شفت لفت كليك، شفت ضغط يسار زي كذا. طبعا انا عبيتها كلها. الميزة اذا سويتها زي كذا وهذا بدله وحط هذا الشيء، ميزة الحين اذا ذاب كله هذا يشيل 9 انجوت عشان يسويها بلوك مباشرة، وهذا كل 9 بيعطونك بلوكين، فكيف ضبطت الوزنية؟ يعني مثلا أنا عندي كبر 8 حبات، لا بستنى لما تجيني كبر زيادة، بس طبعا عندي شو اسمه جرابل كبر، مو مرة مشكلة. وزي كذا في كل الموارد، يعني كل موارد أمسكها حبة. والله هنا في واحد زاد، يا صارت 9. الآن لو تلاحظون عندي 72 إنجوت، 72 تتقسم على 9. يعني اقدر اذوبها احطها في البلوكات واحط هذولي من جديد هنا. ما تشوفون قاعد يعبي تادا، نخليه يصب زي كذا طول الوقت. هنا عندي بلوك عادي اقدر اطلع منها ايرون زي ما ابي. طريقة سريعة مرة 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 سريعة، فأنصحكم تسوونها.
شوف ايش بسوي باقي في الحلقة وبرجع لكم. طيب رجعت لكم من جديد. نرفع ضغطي هذا الفوست اللي حطيته هنا لأنه بطيء مرة مرة، فقررت اني اغيره واجيب فلودكت يمكن بداله. بس الشيء اللي بغيت اغلط فيه على طول، كنت بسوي الشيء اللي كنت اسوي اول، اخذ الفلودكت العادي اللي هو كوبر وجلاس. بس زي ما تلاحظون لو تضغط شيفت يقول لك انه بينكسر لو اللي بيدخل جواه حار مرة او بارد مرة، فمعناته انه بينكسر لو شغلته هنا، لان الاشياء موجودة حارة مرة مرة. فالمفروض اجيب الهاردند، هذا هاردند فلودكت، يعني اجيب العادي او الليد. بس انه ودي انا بالقزاز، يخليه واضح اشوف وش جواه، افضل بكثير اني اخذ قزاز. بس احتاج 2 انفار، الانفار احتاج مولتن انفار. خلينا نشوف. انفار، نحتاج مولتن انفار، معناتها 144 مولتن نيكل و 188، دبل الكمية. ومية واربعة واربعين، هل هذي تسوى واحد؟ هذا كم؟ ايه 144 يعني واحد، يعني نجيب فرس واحد وايرون واحد. بس فرس بطحنة، الايرون بخليه زي ما هو. وغير كذا بحتاج لد بعد، طبعا بيصير جاهز الايرون لانه هنا ما خلصت، ما حطيته كله، بس بحطه عشان ارجع التوازن. وبطحن ليد مرة واحدة هنا، ليش؟ لان الجلاس عشان اسويه بحتاج، بوريكم طريقة غير شوي الجلاس عشان زينه. عندنا الليد الحين، نبدأ نجهز الليد. واحدة بس، شو عندنا؟ انفار ثلاثة، او ثلاثة اكثر من اللي كنت ابيه، مشكلة. نبدأ نحط الانفار او نسوي الانفار، ما ادري ايش معنى انفار بالعربي، يبي لي ابحثها. اغلب الشيء عارف معناه بالعربي بس الانفار ما عارف. الحين جهز عندنا المولتن ليد. عشان نسوي الجلاس القوي هذا السيرد جلاس، نحتاج نرجع هذه ونحط جواها اوبسيدين، ونصب فوق الاوبسيدين الليد كذا. ايوه تادا، نجي هنا في الكرافتنج تيبل، نحط الهاردند جلاس والانفار كذا، طلع لنا هاردند فلودكت. نحط الهاردند فلودكت هنا، لا كسرت اشو اشو، انه مو بالقطعة المهمة، ان شاء الله انه مو بالقطعة المهمة. خلنا ناخذ من اللي فوق. اتذكر ان هنا في واحدة كانت، لا اصبر، اللي انا شلتها كانت لا تقوله، انا شلت واحدة مهمة شكلها طاحت في الجو. احترقت، كفو، حسبت تحترق زي اللافا. رجع مكانها هناك، والله خفت قبل شوي. المنطقة هذي كأنها قاعدة تكبر، بديت أخاف منها. بحط الفلودكت هنا كذا، واحتاج الرنش. نحتاج الرنش حقت ثيرمال اكسبانشن، شلون نسويها؟ وين الرنج؟ ولا كريت كليك عادي؟ نسيت. اوه هذا ما خلص كله، نص بس اللي خلص. انا بس اقلبها،
راح انتج اشياء غبية شاطحة. ذكرنا في رنش. بلد كراف هاي شلون تسوى؟ لا ما اتوقع ان هذه هي. إيه هذول حق الثرمال اكسبانشن. هذا احتاج ايرون وتن. مشكلة تن عندي، ما اتوقع ان عندي تن. عندي هذه، هل نحرق الارز؟ ما اتوقع انها تنحرق، بس مين متأكد؟ لا ما تنحرق، المفروض تنحرق. واحتاج ايرون زي كذا ينحط. هو كويس. كريسنت هامر عشان كذا. هل يحتاج؟ هو يحتاج ليفر اكيد، ما في كلام، ما شكيت في الشيء. بس انا الان مستغرب ليش يعني في دايم لمبة تطلع ما بطالعة. ماني بفاهم، هل هذا له تطوير؟ سيرفو كونسولك ايتمز فلوتس فروم سم. هذا احتاج سيرفوز. ما كنت ادري عن ذا الشيء. هل هذا جلاس عادي يصلح؟ اتوقع يصلح جلاس عادي، مو مشكلة اقدر اجيب سيرفوز. بس ان هل هذا ايتمز فلوتس اسوي هذا ولا الهاردن؟ لا بسوي هذا العادي. احتاج ايرون ناجتس وايرون وريدستون. الايرون ناجتس هنا وجلاس وايرون هنا وهنا. ريدستون عندي كثير مرة، خلينا نشوف نجرب الحين. أخيرا إيه، وكان في طريقة ثانية بعد حلوة. نجيب هوبر. تذكرت مرة حلوة هذه الحركة. نجيب هوبر. هوبر وصفته كانت كذا. قرب يجي الليل، بعدين بغير جهة الهبر. او جا الليل. انا ترى اتوقع سكاي بلوك جابت لي عقدة نفسية، صرت اخاف مرة من الليل، اخاف مرة من الوحوش، اخاف من اشياء كثيرة مرة. نكسرها. تشوفون صار جهز لك شيء. الحين وش اقدر استفيد منها؟ اقدر اخذ من هذول الكوبر كلهم واحطهم هنا. بعد شوي بروح اجيب لافا زيادة. كلها سباكس كثيرة صايرة. اصير مثلا بسوي ليد او كل سيلفر، بما انه 18 جاهز. سيلفر اجي بوب احطهم كلهم وخلاص. هذا بيسحب شو اسمه، بيسحب الكبر اول ما يذوب كله.
بيبدأ يسحبه، بعدين بيبدأ يسحب السيلفر. بس أهم شيء انتبه انه ما أخلطهم، إذا انخلطوا بتصير مشاكل. يعني هي المشكلة ان الكبر يطول والسيلفر ما يطول، فإن شاء الله يخلص سحب قبل ما يجي. ما أتوقع انهم ينخلطون، بس مو بأكيد. الحمد لله شفت شلون صار يسحب بسرعة مرة مرة، وأول ما يسحب على طول يروح للهوبر. شغل جامد شفتوا؟ كويس مرة مرة مرة. هذا المشروع الثاني، أو ما أدري والله مشروع شو. المهم شوي نرجع لكم. طيب رجعت لكم جديد. قررت وش أبي أسوي في السلاح، شو أسويه، أو وش المواد اللي بسوي منه. أول شي أشيل هذا الشي، ونزل هنا، وحط هذا هنا، حط هذا ولا لا؟ لا بحط شي ثاني، بحط الومنيوم براس اول شي. طفي بتاعه. ادري حستكم شوي بس تحملوني. حطيت الومنيوم براس عشان ابي اسوي سيف من ايرون. ليش؟ لان كل الموارد اللي اشوفها من في الكتاب، وين الكتاب راح؟ رجعت انا الكتاب. ما ادري وين حطيت الكتاب. ما ادري والله وين حطيت الكتاب. المهم انه دمج حقهم ما يفرق مرة للأسف. هذا لو تروحون هنا تشوفون الدمج اغلبهم واحد واحد ونص، بس الايرون يعني يعطيك واحد وسهل تصليحه، سهل مرة اني اصلحه. قليل الأشياء اللي واحد ونص أو أكثر، في منير اللي يعطيك اثنين أعلى واحد، والثانية تعطون واحد ونص، كوبل تعطيك واحد ونص، أردات واحد ونص، ف ما أتوقع. وستيل، ستيل يعطيك كويس اثنين، فبنسويه من أيرون لأنه سهل نصلحه. بنجيب سورد هاند، نسيت شو اسمه، لا هنا هذا. وهنا فيه هذا صح؟ اي سورد بليد، سورد بليد، ونحطه هنا. نسوي واحد من وود، او لا ستون، عندنا ستون اكثر، ونحطه هنا صب عليه. بعدين المفروض يذوبت ايرون قبل، في ما هذا يذوب. خليني اقول لكم شو بسوي الان. الشيء اللي بسويه الرود، طبعا بخليه نفس الشيء اللي قبل خليته اللي هو سلايم، لان سلايم خرافي مره مره بالنسبه للرود، يعني ما راح ابدله الا بعدين. والشيء الثاني اللي ما قدرت اسويه اول بس بسويه الحين، بخلي البايندينج من اوبسيدين. اوبسيدين زي ما تشوف يعطيك ريانفورست 3، فاطلق ريانفورست موجود. أبعد ذاب يعطيك ريينفورس، معناته انه ما ينكسر بسهولة، يطول عشان ينكسر. سوي واحد ثاني، لأن أتذكر نص أو واحد كامل شكله. لأنه بليد، مو مشكلة. فنجي عند التول بيلدر، تول ستيشن، حط هذا كذا. لا لا تقوله، نسيت غير المشكلة. غالبا أفضل لو ما حطيتها هنا، حطيتها في مكان ثاني، بعدين أغير مكانها. شو إنها نص؟ نحتاج هذا الشيء أتوقع، كروس بار باتن، أتأكد إنها صح. وايد جارد نحتاج، لا وايد جارد، هذا وايد جارد. ونجي هنا كويس، نروح تول ستيشن كهو. عندنا الآن ايرون برود سورد ريانفورست 3 عليه، ودمج 3 هارت، بعدين اقدر ازيد عليه. كذا بريبير تو فايت، مستعد. الآن جهز اني اقاتل، اقدر اطبولها مرتاح.
أتوقع أن هذا كافي للحلقة الثالثة على ما أتوقع، فما أبغى تصير نفس مشكلة الحلقة الثانية، صارت طويلة مرة مرة تعبتني. أتمنى تكون عجبتكم الحلقة، لا تنسوا اللايك في سبسكرايب، ومع السلامة.